السلام عليكم. الوالدة مقدسة في القرآن، الأم اللي أنجبتك وكانت سبب في الوجود ديالك في الحياة، والزوجة تبقى زوجة واستوصوا بالنساء خيرا. إذن الوالدة لها مرتبة والزوجة لها مرتبة. جيب لها كادو، للوالدة جيب لها كادو والزوجة تجيب لها كادو. لازم دائما يكون الكادو تاع الأم. الأم ديما، لأنه على ماشي إحنا خلق الله عز وجل. الإنسان يسقسي ذاته من يعني حتى العروسة لو كانت تسقسيها تقول لك أنا الوالدة نفضل على العريس ديالي. تقولها، ما تقولها لك، مي تقولها في قلبها ولا تقولها ليماها. إذن الوالدة ديما هي المرتبة، الوالدة شيء مقدس، لأنه الإنسان يسأل يوم القيامة عنها. هذا هو الجنة تحت أقدام الأمهات. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الجنة تحت أقدام الزوجات، والله عز وجل يقول في القرآن وبالوالدين إحسانا. يعني الله عز وجل الخالق جل الباري يركز على الوالدة. هذه تسمى فرصة باش ننصح الشباب، الوالدة 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 اللي حب النجاح في الدنيا، الوالدة حب النجاح في قبره، الوالدة حب النجاح يوم الحساب، الوالدة حب النجاح ويضمن باب في الجنة الوالدة.